ايه اللي بتقوله ده بجد؟ يعني لوشي يا حبيبتي؟ طب ازاي ده يحصل؟ هو انت ليه تحب عليا حاجه زي دي؟ طب والبوليس؟ ابعد عن اللي عمل كده ولا لسه؟ لا انا مش هبلغ البوليس، انا هتصرف بنفسي. ملك، الموضوع ده محدش يعرفه غيرك ومعاك اتنين تلاتة. خليكي معايا ثانية واحدة ملك، أرد على بيتي وأرجع لك. ما تقفليش. ها أيوه. ها فين؟ طب خليك مكانك، جاي لك على طول. لا 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 لا، مفيش صبح، أنا هغير هدوم ومسافة السكة. يلا. الو الو الو، نديم باشا. هي فين؟ هي فين؟ هي مين؟ اللي قلت لي انها هربت وبعدين جبتها على هنا، فاكرني مش عارف؟ هي فين يا ابني؟ معرفش. طب اهو فين يا ابني صاحبة الجاكيت ده؟ فين انت؟ اقول كل حاجه يا نديم باشا، اقول لك كل حاجه، كل حاجه حصلت من ساعه ما كنا في المخزن لحد ما وضعش سامنا تحت لك في الاكل. حيوانات يا ولاد الكلب، موتوا بنتي يا كفره. والله ما انا نديم باشا شغل كل حاجة من ورايا. مين اللي وراك ودفع لكم؟ أنا يا لطيف باشا، أنا راح مكتفي من خيرك، أنا خدامك. مش 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 مش, مش معقول يعني آخر الزمن هخونك. أنت يا حيوان يا ابن الكلب، مين اللي وراك؟ أنا كل حاجة هددتني، والله العظيم هددتني وقالت لي اكلمك اقول لك ان هي هربت، بس فكلمتك والله خفت عشان كده كلمتك وقلت لك ان هي هربت. وبعد كده انا كنت عايز اعترف لك وجيت سمعت خبر العالم الصغير الله يرحمها. لكن والله يا باشا انا ما عملت حاجه، والله العظيم ما عملت حاجة يا نادي باشا. اخرس اخرس يا ابن الكلب. هي اللي اتفقت مع الواد بتاع الدليفري ان حد يستناه يستلم منه الاكل ويحط لي في السم. هي اللي دبرت كل حاجة. دبرت ازاي؟ نفذت كل حاجة، جابت البرنامج بتاع اللي بيغير الاسماء ده وبيغير الارقام وحطت رقم اميره عشان كده كنت عايزه تلبسها الموضوع. يعني هي اللي اتصلت بالمطعم؟ هي اللي اتصلت. انا دي ما شاء الله، انا والله العظيم انا ما عملت حاجه. يا بابا ما تتكلم، يا بابا تقول حاجه. عاوزني اقول له ايه بعد اللي شفته بعناية في المخزن يا هو؟ ايه؟ انت بتقول ايه يا انت بتقول ايه يا بابا؟ انا دي باشا على الراجل بتاعك، انا دي باشا، انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش حاجة، انا دي باشا.
بابي ينفع اوريك حاجه؟ معلش يا حبيبتي ابعت الايميل ده وافضل. لوجي تعالي يا حبيبتي تعالي قولي لي عايزه توريني ايه؟ ده قلبي وانت ده يا روح قلبي يا روح قلبي ده انت اللي قلبي وروحي كل حاجه في الدنيا والله العظيم. انا قاعد جوه قلبي كده انت بقى قلبي نفسه يعني يفتحوا قلبي كده يلاقوا مين؟ انا بالظبط كده. نفسي اعمل لك حاجات كتيره قوي. انت نفسك تبقي ايه؟ دكتوره. لسه عند رايك؟ دكتورة ايه؟ دكتورة اطفال. دكتورة اطفال؟ اشمعنى الاطفال؟ عشان الحاجات التانية ما بحبهاش. ايه الحاجات التانية دي اللي ما بتحبهاش؟ الدكتورات التانية. الدكتورات التانية؟ يعني انت نفسك يبقى عندك مستشفى كده زي عمك مفيد؟ نفسكيش يبقى عندك شركات كبيرة زي بابي؟ طب ايه رأيك هعمل لك مستشفى اكبر من مستشفى عمك مفيد بقى؟ اوكي؟ اوكي مبسوطة؟ حقيقي ايوه ملك. معلش اضطريت ارد على الويتنج اللي جالي، معرفش ارد عليك بعد كده، كنت لازم اخرج. اوكي. سيب. كلامك امبارح ما نايمنيش طول الليل. معقول راشد تعمل كده؟ دي مصيبه. اوعى تكون ظالمها. الموضوع منتهي. شركها بالجريمه اعترف. معقوله؟ في ام تقتل بنتها؟ كانت قصدها انا. قصدك انت؟ ما تصورتش ان الوجهه تدفع الفاتوره. فاتورة أم مستهترة ما تستاهلش تبقى أم. عمرها ما فكرت في حد غير نفسها. حتى بنتها ما فكرتش فيها. أمال خلفتها ليه دي؟ أداء واجب. عشان محدش يقول ما خلفتش. اتجوزت وخلفت تعيش حياتها بقى. حياة إيه اللي تعيشها؟ ليه ما تعيشهاش مع بنتك ومعاك؟ عمرها ما حبت. ولا حبيت انت، حبيت شغل نفسها. وراحت البنت. موتي لوشي. ميرسي انك جيتي.